قولي بقى يا عصام، ليه الناس بتحس دايما بالحنين للماضي؟ يعني كل شويه يقول لك ايه ايام زمان وايام زمان، حتى الشباب، ايه السر بقى؟ ده موجود في كل الاجيال عموما، يعني في كل الاجيال وفي كل الازمنه، حتى الجيل القديم هتلاقيه كان بيحن للجيل اللي قبله، والجيل اللي قبله كان بيحن للجيل اللي قبله. هو الاستحداثات بتاعه الحياه عموما طول الوقت بتبقى اسرع، وزي ما حضرتك قلتي كمان التكنولوجي والسوشيال ميديا بقت بتعمل حالات الكآبه، بتعمل فعلا. طبعا بتساعد اكتر على الاكتئاب، ما بتعملش حاجه تانية غير كده. يعني سرعه الحاجه، سرعه الوقت، واستخدام التكنولوجيا السريع بيعمل حسيس الوحدة، احساس الفراغ، عدم تكوين العلاقات السليمة، لان سهل على الموبايل اكون 20,000 علاقة في دقيقة وكلها تبقى علاقات فيك. فاولا بفقد الثقة في نفسي، ثانيا بفقد الثقة الاجتماعية، ثالثا بحس بالوحدة وبنعزل رغم كل الانفتاح الاجتماعي اللي احنا فيه ده. طب انا بلاحظ دلوقتي، يمكن يا زياد انت كمان بتلاحظ معايا، ان معظم شبابنا وولادنا متجهين دلوقتي للسوشيال ميديا. يعني كل واحد فيهم لما تدخل بيت تلاقي كل واحد فيهم ماسك الموبايل، اللي بيلعب لعبه، اللي بيشات مع حد من صحابه وبتاع. دي برضو بتعلم العزله يعني. طبعا. وبعدين مش الشباب بس، خش اي بيت هتلاقي كل فرد في البيت ماسك يا تاب يا موبايل، حتى سواء اذا كان طفل او ام ويا. او زوج، كله بلاش في البيت، في اي كافيه. يعني ممكن شباب يتفقوا ينزلوا يخرجوا، يقعدوا في كافيه، يقعدوا في مكان عشان يشوفوا بعض ويتكلموا مع بعض، خش عليهم بعد اول 5 دقايق بعد ما يسلموا على بعض، هتدخلي تلاقي كل واحد قاعد ماسك الموبايل ومركز في التليفون، مش باصص لصاحبه اللي نازل خارج معاه يعني.